السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معانا فيديو جديد النهاردة هنعمل فيه جلابية أطفال صغيرة. يعني لو أنت مالكيش في الهدوم الرجالي وعندك مكنة في البيت ونفسك تعملي جلابية لابنك الصغير أو لابن بنتك أو لأخوك الصغير أيا كان، إن شاء الله الفيديو ده عشانك. فيديو سهل وسريع وبسيط. الحس أهم حاجة، محتاجين دعمكم لينا. لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. ولو من متابعينا الكرام اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في الفيديو، ولو عند حضراتكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوه لنا تحت الفيديو. طبعا القماش اللي معايا هيكفي إن شاء الله لأسباب كتير قوي. أولا الجلابية صغيرة زي ما حضراتكم شايفين، هنطبق القماش أهو على اتنين بالشكل ده. وادي الطول معايا أهو، مش محتاج حاجة خالص. وادي وسع الديل معايا اهو، فالدنيا معايا تمام والقماش ده هيكفي. يعني انا محتاج القطعة دي للامام والخلف، والباقي هعمل منه الكمين والمصاريف، الجيب، الباندا، الياقة، السيالتين. ان شاء الله فيديو يعجبكم ان شاء الله، مستني رأيكم في الفيديو بإذن الله تعالى. انا طبعا خدت المقاسات بتاعتي. انا عندي طول الجلابية اللي معايا دي طول 70 سنتي، عندي الوسط 40 سنتي، وسع الجلابية 40 سنتي، عندي الكتف عرض الكتف 33 سنتي، عندي جيرو الكم 17 سنتي، عندي فتحة الكم 12 سنتي، فتحة الكم من قدام يعني، عندي وسع الحجر من تحت أو الديل من تحت 52 سنتي، عندي طول المراد أو الباندا 25 سنتي، عندي ارتفاع الجيب مكان ما هركب الجيب يعني من عند الرقبة لحد أول الجيب 15 سنتي، عندي عرض الجيب 10 سنتي في 11، في طول 11، عندي اللياقة 37 سنتي. طبعا انا بقول المقاسات، لو حد محتاج يكتبها ورانا في ورقة يكتبها ان شاء الله. يبقى اول حاجة هاخدها هاخد الطول بتاعي اللي انا محتاجه. انا عندي طول 70 سنتي وهحط له 10 سنتي، يبقى انا محتاج اخد طول 80 سنتي. ادي 80 سنتي اهي، خليها 81 وهبتدي اقص الزيادة. بالشكل ده كده قصيت الزيادة تمام، وهبتدي اطبق القماش ده كده. كده 4 طبقات يا جماعة. خلاص هعيد تاني. انا عندي طول الجلابية اهو، متطبق القماش على اتنين اهو، اعلم بالمرة كده ظهر القماش اهو متطبق على اتنين، هبتدي اطبقه على 4. على فكرة لما بنيجي نقص عباية حريمي برضو بنعمل نفس الموضوع، بنطلع وسع الديل من تحت وبنطبق عليه. طبعا انا عرض القماش ده معايا هو ده وسع الديل اللي انا محتاجه. انا كده مطبق القماش على 4، عندي 4 طبقات. الجنب ده مقفول، الناحية دي مقفولة، والناحية اللي تحت دي مقفولة، وده مفتوح اللي هو اخر القماش. اول حاجة هعملها بإذن الله ان انا هحدد عرض الكتف. عندي عرض الكتف، خلي الورقة قدامي كده، عندي عرض الكتف 33 سنتي، هنقول 34 هنقسمها على 2 يعني 17 سنتي. 17 سنتي هقيس 17 سنتي وهحط علامة، ده عرض الكتف بالنسبة لي. خلاص. طيب عندي ايه تاني؟ عندي جير الكم كام سنتي؟ جير الكم 17 سنتي. طب هقيس 17 سنتي في جير الكم من هنا؟ لا، انا هقيس 17 سنتي بعد ميل الكتف اللي انا محتاجه. انا هعمل الميل هنا 3 سنتي لان دي جلابيه صغيره بالشكل ده كده اهو. خلاص كده، يبقى انا عندي ده ميل الكتف اللي انا محتاجه. هقيس بقى ال 17 سنتي لجير الكم من النقطه ديت. ادي ال 17 سنتي جير الكم 17 سنتي من النقطة دي اهو، احط ايه علامة. عايز اوصل الكلام ده ببعضه، هاجي من هنا هقيس اللي انا خدته للكتف طالع معايا 17، وهاجي عند جير الكم وهقيس 17 واحط علامة، وابتدي اوصل خط كده بالطول كده. الشكل ده كده، وهاخد خط بالعرض كده عشان اطلع الجيرو اللي انا محتاجه.
خلاص يبقى انا كده بحدد مكان جيرو الكوع. طيب ايه تاني محتاجه؟ انا عندي دوران الرقبه 37 سنتي، 37 سنتي هقسمها، هنقول 40 وليكن، يعني حوالي 8 سنتي. طبعا 8 سنتي كتيره جدا، فاحنا عشان دي جلابيه صغيره انا هاخد 5 سنتي ونص وممكن 6 سنتي بالشكل ده كده. خلاص انا هحط الرسم بتاع دوران الرقبه، لكن مش هقصه لان انا هعمل روبه في الظهر او صفره في الظهر، بس هوصل النقطتين دول ببعض اللي هما من الكتف بالشكل ده كده. انا كده ببص على الربع يا جماعه، ال 40 دي نص محيط دوران الوسط، لان عندي محيط الدوران كله 80، هقسمه على الاثنين هيديني 40، هقسمه على 4 هيديني 20 سنتي. يبقى المفروض ان انا اقيس هنا كده كام؟ 20 سنتي. اقيس هنا كده 20 سنتي، وده جيرو الكم اللي انا محتاجه، بس انا شايفه صغير شويه هزود كمان ايه؟ سنتي واحد بس كده. ده كده جيرو الكم اللي انا محتاجه اهو. هرسمه طبعا كويس عن كده حالا. يبقى انا كده طلعت دوران الرقبة، نزول الكتف، حددت مكان الجيرو. طيب ايه اللي ناقص بعد كده؟ ان انا هنزل كده هنا كده مباشرة على تحت بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. طيب ناقص ايه بقى؟ ناقص ان انا اظبط الجيرو بتاعي. الجيرو الكم بتاعي ده محتاج اعمل له عمق شويه كده. خلاص؟ طيب انا هبتدي اقص كده، مش هقص ده عشان هطلع الامام لوحده، اعمل حرده الرقبه وبعدين هعمل فرد في الظهر. خلاص هقص الاول من الكتف وهبتدي اعمل الجيرو. انا هدخل في الجيرو بنفسي كده، انا بس رسمته عشان الصوره تبقى واضحه ليك. خلاص انا كده عملت جيرو الكم اللي انا محتاجه، وهبتدي انزل بالوسع بتاعي. ممكن ازود سنتي كده من باب الاحتياط، ولو جت واسعه ابقى اضيقها. خلاص كده، كده انا طلعت الحتتين بتوعي، هبتدي اسوي الديل شويه كده. كده كده هسوي الديل بعد كده، او هعرش الديل او هصفي الديل وانا شغال. دول اللي انا مش محتاجه. خلاص هسحب دي كده، هسحب دي كده لبره بالشكل ده. مش مشكلة، حتى انا نسيت اعمل المفروض الكتف ده ما كانش اتعمل هنا، بس يلا ممكن ما نعملش الروبة خالص، مش هنعمل لها روبة خالص، هنتنيها على طول. وابتدي اخد دوران الرقبة الامامي بالشكل ده كده، وهصفيه على المكنة وانا شغال. طيب اعلم ايه بقى؟ اعلم طول المراد عندي 25، وممكن ارجع ليه اتاكد بنفسي. ادي المراد بتاعي من بعد حردة الرقبة طالع كام معايا؟ طالع كله 25، يبقى هنعمل الفتحة بتاعته 19 سنتي. يبقى انا هفتح كده 19 سنتي، وممكن افتح 20 سنتي يكون افضل برضه. ادي 20 سنتي بالشكل ده كده، وها ايه؟ وهفتحها طبعا. انا كنت في دماغي يعني ان انا اعمل روبه، بس بما اني قصيت الكتف ورا يعني، فخلاص مش هعمل روبه. انا معايا 10 سم زياده هتكفي معايا الثانيه كده. انا عملت الامام، وهبتدي اعمل الدوران الخلفي بالمره. احاول اصغره شويه واعمل فورت فيه، ولو عايز اعمل روبه ممكن اعمل فورت هنا واعمل الروبه في الظهر، بس انا مش هعمل روبه خالص، هي كده تمام. وابتدي اطبقها واركنها كده
باقي عندي الكم، عندي القماش اهو فايض الحمد لله، ان شاء الله هيكفي. انا محتاج الكم قد ايه بقى؟ محتاج طول الكم كام؟ عندي طول الكم 30 وفتحة الكم 12 وعندي جيرو 17، يعني 30 كطول وجيرو من ناحية الكم من ناحية البوط 17 سنتي ومن قدام 12 سنتي. طيب ادي ال 30، 30 اهي، ونحط لها مثلا 10 سنتي هتبقى 40، خلاص ادي 40 ثانية. بس عايز اتأكد ان الخطوط تمام، ادي 40 وقيس من هنا 17 للكم، ادي 17 خلاص، وقيس من هنا 12 للكم، خليها 13 عشان سنتي خياطة، وقيس هنا كده طبعا فيه زيادة اهي، اسويها الاول في زيادة اهي، قسنا 12 وسنت خياطة يبقى 13، هقيس زيهم كده عشان اعمل خط مستقيم 13 ماشي، وقسنا كام سنت للتانية 10 40 اهو، هقيس 9 مثلا، ادي 9 سنتي وادي 6 سنتي عرض التانية ماشي، احدد الكم بتاعي وهبتدي اقص. اقص ايه؟ اقص الجزئيه اللي انا هشتغل فيها، انا لسه ما رسمتش الكم. خلاص كده القطعه اللي انا هعمل منها الكم. طيب اقيس من هنا كده حوالي 5 سنتي وهعلم كده. انا عملت جير الكم وقست طول الكم وفتحة الكم من قدام ووصلت وحددت التانية بتاعتي، وهبتدي اصفي الشغل بتاعي ده خالص كده. الشكل ده كده، واحط فورت هنا لقيتنا عليه الكم، وفورت هنا، وهعلم وش القماش من ظهر القماش. الجلابية دي مش هنعمل فيها اشتيك. بكده احنا خلصنا الجلابية، باقي بس البندر او البشليك اللي احنا محتاجينه واللياقه والجيب، ودول هنعملهم مع بعض حالا. عرض البندر هنا عندي كام في الجلابيه اللي جياني؟ حوالي 3 سنتي، 3 سنتي ونص تقريبا، 3 سنتي ونص. هنعملها هنقيس 10 من هنا كده 10 سنتي، وكمان 10 سنتي من هنا كده، بس هشيل الجزء ده كده مايل، احاول اخليه مستقيم اهو، اوصل النقطتين دول ببعض بالشكل ده كده. وهقيس كمان جنبهم 7 سنتي للبندة اللي هي الكفاية الزراير، هادي كمان 7 سنتي، قلنا طول البندة عندي 25، احنا هنقيس 30 سنتي للاتنين. وش القماش وظهر القماش، كده
طلعت البندة بتاعتي، باقي اللياقة والسيالتين والجيب. قطع دي الجيب اهي، هعمل منها الجيب اللي انا محتاجه زي الفل. والقطعة دي هعمل منها السيالات وهعمل منها اللياقة، وبكده بخلصت الجلابية، وان شاء الله هقفلها لكم على المكنة واصورها لكم وتشوفوها ان شاء الله، وهتكون سهلة وبسيطة ليكم، واشوفكم في فيديوهات جاية بإذن الله تعالى.